أهلا بكم من جديد. تراجعت الصين من المركز الثالث في قائمة أكبر الدول المصدرة للأسلحة في العالم إلى المرتبة الخامسة. أفاد تقرير مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية الأمريكي بأنه رغم الخطط الصينية بزيادة صادرات الأسلحة في العالم، لم تشهد مبيعاتها نموا مهما في السنوات الأخيرة لتصبح خامسا بعد الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وألمانيا. قدرة الصين على تطوير أنظمة أسلحة محلية متقدمة لا تزال في طور النمو. تقرير أمريكي يشير إلى تراجع أرقام صادرات الصين من الأسلحة لمصلحة معدات أكثر تقدماً من الولايات المتحدة أو روسيا. يوضح تقرير مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية CSIS الأمريكي أنه في الفترة بين العامين 2015 و2019 صدرت الصين معدات عسكرية بقيمة 8 مليارات و100 مليون دولار. هذا الرقم ارتفع عن الفترة بين العامين 2010 و2014 عندما بلغ 7 مليارات و600 مليون دولار. وتشير بيانات تقرير CSIS إلى مدى اهتمام الصين بالإنفاق الدفاعي، فقد كان نحو 26 مليار و100 مليون دولار فقط عام 1995، لكن في حلول عام 2019 ارتفع هذا العدد 10 أضعاف ليصل إلى 166 مليار و500 مليون دولار.